السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين دليله ديزات. في لا فيديو تاع اليوم رايحه ندير لكم مملحات بعجينه واحده. حضرت 3 انواع بدون دلك ولا اروع، ونشكر المشتركات على الدعم تاعكم واللي دخلوا لاول مره للقناه. مرحبا بكم، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ان شاء الله تعجبكم الفيديو ومشاهده ممتعه. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في القناه كويزين دليله ديزل. ان شاء الله لا فيديو هادي تلقاكم بخير بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. حبيبه قلبي، اليوم جبت لكم مملحات بعجينه واحده، نديرو 3 انواع. بسم الله، حنبدلكم اليوم، حنبدلكم ديريكت في الماء في الوصفه، ما نديروش المقادير، نتوما تبعوا وديروا ورقه وستيلو وتبداو تكتبوا. بسم الله، انا عندي كاس حليب دافئ 200 غرام ولا 200 ملي كيف كيف. عندي مغرفه تاع قهوه تاع السكر حبيبات، ومغرفه تاع العشاء تاع الخميره تاع الخبز. هاي ليك، ونخلط ونخليها تتفاعل مده 5 دقائق. هاوليك بعد ما خضر، شوفوا دوك نزيد الزيت. بسم الله، وحده، زوج، 3 4 5 مغارف تاع العشاء تاع الزيت المائده، ونزيد ان بو ياغورت ناتور يعني طبيعي. نقيسو زيت مغرفه تاع العشاء، ونزيد الملح على حسب الذوق. انا ندير قسم غرفه تاع كاكلاتاي. هاي ليك، سما سهله هاد العجينه كي تشوفوها، ماشي واعره. ونخلط، نستعين هكا بالمغرفه تاع الحطب يعني تكون صحيحه. ندير كاس تاع فرينه، ونزيد كاس ثاني، ونزيد كاس ثالث. نروح بالعقل نشوف القوام اللي حبيته. لازم لاباط تاعنا تجينا كيما تاع بيتزا، شويه برك تتلاصق كيما نديرو العجينه تاع بيتزا، شنو تجينا شويه تتلاصق. دوك نكمل بيدي، حنكمل هذاك الكاس. هايليك حبيبه قلبي، شتوها شويه تلاصق، انا دات لي غير 400 غرام تاع الفرينه. دوك ندير شويه الزيت في هذا الاناء باش كي تخمر لي ما تلصقليش. هايليك، ونخليها تخمر، كي تخمر ان شاء الله نولي لعندكم. هايليك حبيبه قلبي، بعد نص ساعه خمرت. دوك حندي غازيها يعني نحيلها الخمور، نديرها هكذا شوفوا باش تجينا لاباط يعني تاعنا خفيفه. هايليك، ونعاود نخليها تاني تخمر لا دوزيام فوا ونولي لعندكم. هنا بعد ما جست عليها يعني هاد العجينه تاعنا 30 دقيقه، نحي نحط فوق البلون طراي تاعي، شوفوا ما شاء الله شحال خفيفه. هايليك، ديغازيوها ونقسمها على 3، يعني حندير 3 انواع تاع المملحات. بسم الله، هاي ليك، هكذا. وهنا وزنت يعني خبيزة التوعي صغار، درتهم 40 غرام. هكذا نسيق قبل ندورهم هكذا باش ما يجيونش يعني مخسرين كي نحطوهم يخمروا لنا، يجيونا خبيزات. هكذا ندير لهم كاع هكا باش يجيونا مقدين سوا سوا، ونجمع كاع للوسط، نكملهم كاع هكذا ونولي لعندكم. دوك نبدا من هذيك الاولانيه، هي ليك، ندير لهم هكا
وبعد نرولي هايليك ونعاود ونعاود ونغلق هايليك. ميني خبيزات تاوعنا هامليك على حسب يدي هكذا نكملهم كاع هكذا. وكندوزو الميني بيتزا تاعنا. دير شويه فرينه من الفوق باش ما تتلاصقليش في الحلال، علاش قلت لكم شويه يعني تتلاصق نوعا ما. وهنا جبت القطعه رقم هكا 70، يعني السمك تاعها ما بين 3 و 4، يعني تقريبا حبيبه قلبي ما نقدرش نقيسها لكم هكا سوسوا. هايليك بسم الله نبدا دوكا نقطع هكا دوائر. وهنا تاني نجوزو الميني بطبوط، ميني بطبوط ما نقطعوش برك الفاينه بزاف هكذا كيما راني ندير دوكا. ونحل تاني بالحلال ولا السمك تاعو يعني تاع هاد العجينه 4 ملم. ونجيب القطعه هكا بيبري 70 ونبدا نقطع دوائر. هايليك دوك نوري لكم حبه كيفاش السمك تاعها. هايليك 4 ملم، شوفوا هايليك. نخليهم هكا في السنيوه فيهم بابي كويسون باش يخمروا لنا. هادو نخليهم يخمروا غير 10 دقائق سينو ما يجيوناش خفاف لداخل، ماشي بسيفي تنفخوه هكذا. نعاود غير نغلقو هكا بلا ما نعجن هكذا باش تاني نعاود نحلو. هايليك وندير شويه فرينه كيما والفنا لا بروميير فوا ونعاودو تاني دركا. هنا بعد ما خمرو يعني ما بالبطبوط كلش خمر، هنا دوكا ندوزو هنايا بقات لي يعني هاد الكراماج تاع هاد الخبزه فيها غير 30 غرام زدتها هنايا، نورمالمون كانوا خرجوا لي غير 6، هادي زدتها زياده. دوكا هنا لي بيتزا لي ميني بيتزا تاعنا نبيكيوهم هكا بالفرشيطه باش ما يخمرولناش في الوسط هايلي. وهنا ندوزو الخبيزه تاعنا ندهنهم هكا بصفر تاع البيض، زدت له غير شويه ماء باش برك يتحلنا ما يجيناش هكاك خشين باش يزيدوا يضعفوا الحجم تاعهم في الفرن. والفرن تاعي غير بديت نبيكي فيه هذوك يعني نثقب هادو لي ميني بيتزا، شعلت الفرن تاعي مسبقا 180 درجه ونديرهم هادو الاولاني. وندوزو تاني البطبوط تاعنا دوك هاد الخبيزات تاعي دهنتهم كاع هكا بالصفار هنا، ونزيد لهم شويه حبه سوداء ولا سانوج كل واحد كيفاش يقولها. هايليك هذه اختياري، تقدروا ديروا جلجلان ابيض، انا حبيت ندير كي خبيزات يعني درتهم كيما الخبزات هكا بالسانوج. هايليك نحطهم راني شعلت النار يعني تحت المتوسط هايليك. نخليهم غير يشدو روحهم شويه نقلبوهم ما نخليهمش بزاف هايليك هايليك، ونزيد نقلبهم خفاف ما شاء الله العجينه ولا اروع. هايليك نتوما تحبوا تحمروهم في ليكوتي حمروهم، انا ما حش نحمرهم هملك تنجيكم ناشفين بزاف هملك. حبيبه قلبي خبيزات تاعنا شوفوا ما شاء الله شحال خفاف وهايلين. هايليك تاني تليميني بطبوط شوفوا ولا اروع خفيف ريشه. هايليك بيتزا تاني تاعنا راني طيبتها هايليك هي تاني خفيفه.
دوك ندوزو يعني للتزيين تاعنا. هنا واش عندي؟ عندي باش نحشي الخبيزات هذه والبطبوط، عندي السلطه هاي ليك هكا، وهنا عندي ربع تاع الدجاج حمرتو شويه تاع الزبده يعني كيما نقليو لي سكالوب تاعنا يتوزا، ومن بعد قطعتهم كاع هكا صغار باش ايكونوميك يعني باش ندير شويه الخبيزات وشويه البطبوط. وعندي مغرفه تاع العشاء تاع الزيتون يفيلي اخضر هندي، هذا اختياري الحشوه تاعكم سمحولي. وهنا حنزيد الفرماج باش نخلط وحده زوج مغارف هكا كنقولوا ثلاثه مغارف تاع العشاء تاع الفرماج للطلي، ونزيد شويه تاع كيتشوب هذا اختياري قسم غرفه تاع قهوه مش بزاف. تحبوا تزيدوا لا موطارد هذا يعني يرجع لكم الكول اللي تحبوه في فمكم. هنايا دوك نخلط هنا برك ديروا 4 مغارف تاع العشاء تاع الفرماج للطلي يعني ديروا 4 مغارف معمرين تري تري بيان. دوك نجيب قلت لكم نجيب هنا قلت لكم ربع تاع الدجاج يعني ربع تاع صدر تاع الدجاج ما نديروش بزاف. هاوليك نقطعوا هكا الخبز تاعنا كيما الباكيطات كي نفتحوهم على زوج، شوفوا ما شاء الله شحال خفيف هايلي. دوك نزيد ندير هكذا شويه من هاد الدجاج والزيتون هايلي، ونزيد ندير معاهم هكا سلطه فوالا نحطهم هكا نزيد نكمل. وهنا تاني ندوزو البطبوط تاعنا هكدا ما نحلوهش كاع نخليوه هكا شويه هايليك هكدا. دوك ندير شويه من هاديك الحشوه نزيد معاها السلطه هكدا فوالا ونكملهم كاع كيما راهم. انا بيتزا تاعنا فيها لاصوص طوماط درت لها شويه برك البصل يعني اون ترونش برك، وزدت لها حبه طماطم بالقشور تاعها، طيبتها بشويه تاع الزيت فلفل كحل وشويه الملح هايليك، نزيد لها الطماطم تاع العلب. ومن بعد كي طيب لنا نقنقصو لها مليح نغطوها كي طيب لنا نميكسيوها بالبغا تجيكم هكذا هايليك. ولا وصفه تاعي حبيبه قلبي تلقاوها ان شاء الله في صندوق الوصف مكتوبه ان شاء الله. ان شاء الله يعجبكم برك لي فيديو تاعي، خليوا لي التعليق. املك حبيبه قلبي مملحه بعجينه وحده حضرت منها ثلاثه انواع بدون درك ولا اروع، سهلين للتحضير يعني هكا لو كان قدروا نشربوهم ناكلوا بهم يعني العصائر ولا يعني واش حبيتو هكا الكازوز ولا لي جو هذا يرجع لكم كما تقدروا تاكلوا ثاني بهم واش حبيتو هذا يرجع لكم. النوع واحد درنا بهم خبيزات صغار هايلين وخفاف شوفوا ما شاء الله ولا اروع، اسفنجي كما نقولوا الوصمة تاعو العجينه تاعهم، وميني بطبوط ثاني حشيناهم كيف كيف بالنوع واحد، وزدنا ثاني هنايا لي ميني بيتزا وزدت لهم هكا شويه لي زاب دو بروفانس من الفوق، هذا اختياري يرجع اليكم حبيبات قلبي. ولا عجبكم الفيديو خليوا لي التعليق وخليوا لي جام هكا باش تحفزوني اكثر واكثر في فيديو واحد اخر ان شاء الله. تهلاو في روحكم وصحه فطوركم.